بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على قاهرة كبرى والوجه البحري أصفى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء. في النهاردة نشاط رياح على السواحل الشمالية وقاهرة كبرى أحياناً، في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الطقس إيه النهاردة وإيه المناطق اللي متوقع يكون فيها رياح أو مناطق أخرى فيها أمطار خفيفة؟ هو احنا طبعا اليوم في استمرار لارتفاع درجات الحراره اللي بنشهدها منذ عده ايام بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فبالتالي في استمرار لارتفاع درجات الحراره عظمى اليوم على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، مناطق من جنوب البلاد توصل ل 42 درجه مئويه، فبالتالي هنحس بالطقس فتره النهار ان هو طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، طقس مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن الأجواء تحسنت طبعا عن الأيام الماضية فأصبحت الأجواء نقدر نقول عليها معتدلة على أغلب الأنحاء، فيما بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد المحافظات المطلة على البحر المتوسط الأجواء عليها أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل. كمان مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح، يعني على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري بعض المناطق من جنوب سيناء وسواحلنا الشمالية، نشاط الرياح ده هيخلينا نحس بتلطيف الأجواء والأجواء الربيعية فترات المساء وساعات الليل. اليوم كمان في فرص سقوط الأمطار، يمكن هي موجودة معنا منذ عدة أيام ومكملة معنا كمان خلال الأيام القادمة، أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أيضا بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر جنوب سيناء، بعض المناطق كمان من جنوب الصعيد. احنا طبعا متوقعين استمرار الأجواء الحارة واستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله حتى مطلع الأسبوع القادم، يمكن دي تعتبر السمة الأساسية بقى خلال الأيام المقبلة إن درجات الحرارة بتتجاوز 30 درجة مئوية، يكون الأجواء حارة فترة النهار معتدلة فترات. فمهم جدا كل السادة المواطنين إن احنا بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة عشان ما تزودش إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ومهم كمان ان احنا لسه في الربيع وارد يحصل بعض التقلبات الجوية، فمهم جدا المتابعة اليومية ومستمرة للنشرات الجوية. اكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22، نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 33-22، الإسكندرية 25-18، ونفس درجة الحرارة أيضا في العلمين الجديدة 25-18، مطروح 24-17، ودمياط 28-18، بورسعيد 28-18، والإسماعيلية 34-20. في السويس العظمى 33 والصغرى 21، وفي العريش 29-19، كاترين 32-12، وطابة 33-20، حلايب 31-24، وشلاتين 34-23، شرم الشيخ 36-24، والغردقة 36-23. في الفيوم العظمى 36 والصغرى 22، وفي بني سويف أيضا 36-22. أما في الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24، أسيوط 37-23، سوهاج 38-23، قنا 41-24، الأقصر 40-24، وأسوان 42-25. خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، وعودة مرة أخرى لمنا والمصطفى ومتابعة أهم الأخبار النهاردة. عودة ليكم مرة تانية منا ومصطفى. شكرا لك يا هال. شكرا.